نرجع لهنا في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل موسى فقيه رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي متحدث رئاسه الجمهوريه قال الرئيس رحب بزياره فقيه للمشاركه في اجتماع المبعوثين الخاصين في افريقيا لتعزيز السلم والامن على مستوى القاره واكد تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضيه الافريقيه. المتحدث قال تم في اللقاء تباحث عن تطورات القضايا الاقليميه والقاريه ومستجدات النزاع في القاره وجهود تسويتها سياسيا وفي مقدمتها الوضع في منطقتي الساحل والقرن الافريقي والاوضاع في السودان الشقيق